السلام عليكم ومرحبا فيكم في الحلقة التاسعة، المفروض تكون العاشرة من تختيم لعبة The Last Guardian على آخر الحماة. السبب لأني صورت مقطع بس للأسف صوت المايك كان فيه سيء، فقررت إني ما أنزل المقطع وأكمل أخلص اللعبة. يلا خلونا نبدي. أوكي، زي ما تشوفوا وصلنا إلى هنا في الحلقة اللي للأسف ضاعت من صوت المايك. عرفنا ليش في البداية كيف كن أنا وتركو كنا في نفس المكان. تركو كان مجروح، تركو خطفني من القرية اللي أنا كنت فيها، جاء طيران تالي، هو راجع طيران ضربه برق وطاح. فهذه الخلاصة، خلاصة الموضوع تقريبا. وفي الحلقة اللي راحت اللي ما نزلتها تركو قدر انه يطير جوانحه لولانهم تعافوا. يلا يا تركو، ممتاز شطور. احنا تقريبا وصلنا الى البرج، يعتبر وسطحنا انا وتركو. احنا مسافة، يعني كان الحين خلصنا اللعبة احنا. شفت يا تركو، كله منك لأنك ما نزلت. أوف، في حراس ثلاثة فيه. يلا يا تركو، عندك اشتغل. من اللي عنده درع؟ في... لا 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 تركني، اتركني يا غلام. شكرا تركو. يلا الحقني يا تركو. ما اقدر اطيحه. وايش بتسوي؟ على الجسر. اوكي، مع السلامة. بس الحين انا ما اقدر اروح. اوه، يرجع يرتفع. اوكي، ده حالك. يلا اترك، تعال. يلا، ايش السالفة؟ اوه، المواجهة اخيرا. يهجم علي مرة ثانية، مرة ثالثة هذه. اوف، تركو تركو حبيبي، ناوي علي، ساعدني. ايوه، حطه في مكانه، خليه يعرف انه الاقوى. لا يا تركو، لا. اوف، تركو. اوه، دقيقة دقيقة دقيقة، عرفت عرفت، نبغى نسحب الجسم مرة ثانية. تركو راح يموت، راح يموت، راح يموت، راح يموت. يا حيوان انت، انقلع انقلع يا حيوان. تركو اضربه اضربه اضربه، طيحة. انزل انا الحين كيف؟ الحب، اوف، يقبضوا على تركو. والله ما خليك تأدي صاحبي يا حيوان. ليش سكرت علي الباب؟
يبغاني اسكر عليه الباب. هذا اللي بيصير، هذا اللي بيصير، اسكر على دنمك الباب يا حيوان. سكر سكر مرة ثانية، سكر مرة ثانية، سكر مرة ثانية. لا ما يحتاج، يحتاج تركه. يلا يا تركه شوف. لا اوف. والان اوف اوكي اوكي بغينا نطيح عليه. لا تحكم في هاللعبة مجنون ومزعج. امسك السلسلة. ايوه يلا يلا سلك. انا تركه ترى بيموت. شوف كم رمح فيه غير الحمار اللي ماسكنا. بسرعة 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 سلك بسرعة. الحين كيف؟ كيف بعد نطيح عليه؟ يا حيوان اترك صديقي. اوف كفو. انكسر من واحد من قرونه. اوه انكسر قناعه. الحين راح عن السيطره، يعني الحين مو مسيطرين عليه زي ما تركوا. انكسر قناعه. احس اخو تركوا هذا بس ما اتوقع. تركوا اوف تركو يا حي. انت يا حيوان اوف قلبي يدق. هذا الحين موجود. اوف قلبي يدق. شيل الرمح يا حبيبي ولا يسوي يسوي. اوكي الحين الحين حي الحين حي. اوف لحظة لحظة دقيقة خلينا نشيل كل هال الرماح اللي في جسمك. هذا نفس الدرع متى بلعه؟ هذا الدرع اللي خلاه يطلق بارك. ها اوه وتعى يوم اخذت الدرع وتعى قاعد. اوه اوكي اوكي وش استفدت انا الحين؟ هذا الباب مسكر. ها دقيقة. اوه اذكر الحين وين احنا. هذا يمكن في عربية ماسك ساد الباب هنا. ايه يلا كل كل. ايوه يلا قوم 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 قوم. يلا سعيد عافيتك. كيف الان؟ تبغى زيادة شكلك. او لا في صار في واحد ثاني يبغانا نعطيه اكثر من واحد عشان يقوم صح صح. يمكن في ثالث بعد بس اتوقع اثنين. شوف كيف اجنحته صاروا كبار مرة.
يلا كلاي اتركه. يلا عوافي. يلا قوم عشان اصحصح. هذا تمثال حقه توني لاحظه. اها انا عرفت ان انا من اول ما وصلت ذيك المره لهذا المكان وجربت اركب السلسله قلت هذا المكان يودي يعني فيه يعني تقدر تروح مكان منه. لا الحين جا دوره. اوكي في برميلين يا تركو. اوكي كذا بتصحصح. ما تبغى؟ اكيد تبغى. يلا كذا المفروض خلاص. الا لا كان في مكان بعد ثاني نقدر نروحه. ما اتوقع. صاير؟ تقدم في الزمن، تقدم. يلا نشوف ايش بيصير. هل تعافيت يا ترتتكوكي يا توريكو؟ اوكي ماخذين غفوة كيوت. بما ان الثاني الان مو تحت السيطرة فما المفروض ما يهجم علينا لان اتوقع لانه كان تحت السيطرة. كنت مرهقا فاخذت قيلولة عميقة تستحقها يا غلام. فما اتوقع ان الوحش الثاني يهجم علينا بس ما تدري ايش يصير. اوكي صح صح تريكو. هل تشعر بتحسن الان؟ يمكن الوقوف وحمد لله. اوكي يبغون نتسلق. يتقهقر. من هو يتقهقر؟ يلا يا حبيبي خلينا نطير. ما علينا الا نطير. يلا يلا. لا 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 اوكي هذا المكان اللي جيت منه انا ما يمديني ان اسوي شيء. يبغانا نرجع للقمه للقمه. ايوه محتاج اقول لك. يلا كمل نروح. بعد بعد يلا كمل معروفك. يلا يلا لا يوقف يا تركو لا يوقف. اليوم احنا ان شاء الله ما اتوقع نخلص اللعبه بس قريب منها. يمكن هذه الحلقه ما قبل الاخيره. يلا بعد كمل كمل. لا لا يا حيوان لا. دقيقة دقيقة اعرف اعرف. دقيقة اترك دقيقة. اعرف ليل الحيوان ده. اعطى. كفو. اها دقيقة يا تركو. الحين اللي بنسويه احنا. اوقف اوقف يا تركو قلت لك. يلا عندك وياه. ليش يا تركو؟ راسك غطة. لا تدور ان درت تتعاقب. اوقف يلا في حبيبي انباء. اوكي انزل 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 انزل. يلا يلا
ممتاز. يلا الحين نروح. اكمل يا تركو. اوف ليش انا مسكت؟ لا لا قوم قوم لا تطيح لا تطيح لا تطيح. كيف كده تركو شوي وطيح. يلا تعال. لا يا حبيب. اوه هذا هذا المكان اللي جينا منه من قبل. ان شاء الله الحين بيقلب علي بعد مره ثانيه تركو. لا هذا ما جينا من قبل. خلينا نأشر يمكن يكسره. تعالي يا تركو. لا ما جينا من هنا احنا، هذا مكان جديد. لا مو مكان جديد، دقيقة. اي مكان جديد هذا. وين هو البرج اللي بنروحه؟ ما انا شايف البرج انا اصلا. تركو. ما يبغى ينزل. هالقفص ده مشكلة. مرة ثالثة. كل شوي يسووا هالحركة مرة ثانية، الحين بيقلب علي تركو. كسرة يا تركو. كسرة. كفو. الله لا يحاول يسيطر عليك. حيوان. يلا تعال حبيبي. يا ديتو. يا ديتو. يا ديتو. اوكي يبغوني انا اروح. ايش صار ايش صار؟ ايش صار يا صار؟ اوكي. خلينا نجرب حاجة دقيقة. هل بكسرها تركو الآن؟ يلا كفو. وبخلي كلهم باكسرهم. يلا اللي بعده يا تركو اللي بعده. لا يوقف لا يخل ما في شيء يخوفك. قوي انت زي رفيقك. احسنت. يلا الحين نقدر نتسلق ونروح. ايوه يلا. هذا كل برج اللي نبغى نوصل له. اعلى مكان في هالمدينة او الوادي على قولتهم. يلا كمل. اوكي هذا وين كنا احنا ها؟ اوكي. يلا. نايس يا تيركو. كمل لا يوقف. يلا. لا يوقف يا تيركو. To the end and beyond. روح البرج هذا. اوكي. اوكي يلا كمل كمل معروفك. سلق هنا وهنا وهنا هنا. اوكي. لحظة يبغوني انزل. دقيقة بس يا تيركو. لحظات ونراجع لك. افتح البوابة ونط من ذيك الجهة. هوب. هوب الى الموت يا حبيبي. يا حبيبي رجعتوني من هنا ليش؟ ليش الفلسفة؟ Okay, slowly, slowly.
We are moving slowly. يلا ايوه الحين نفتح لك البوابة يا تركو. يلا تفضل تفضل. يلا تعال. يلا تعال. يلا تعال يا تركو. عدونا اللدود. كو. يلا تعال. اوكي البرج ذاك ولا ورا. هذا اللي نحتاج نروحه. المفروض تركو يقدر يطير بس ما ادري ليش. ايش صار؟ ليش رجع؟ اوه بيركض لانه كفو. تركو انطحت بدمرك ترى. ها شوف وين مخليني. خلخل الله خلع الله ضلوعك. ما خلخل الله ضلوعك وضلوعك. ممكن تتحرك شوي خلنا اشوف. يا ولد انا مفروض انا ابوك يعني يعتبر انا اللي معتني فيك. هذا هو البرج. هل نقدر نروح الحين؟ مستحيل. وين بنروح الحين احنا اصلا؟ هنا ممكن. هنا ممكن. يلا كمل معروفك. كمل اي وجو. يلا كمل بعد. موسيقى. بوم. وانت يا حيوان وينك؟ طف. اعطيه 1 2 3. ايش ايش في ايش في؟ الحين احنا ايش سوي خليه يهدي. الحين نروح من وين احنا؟ خلينا نقول له ينط. يا هالغبي كذا وليش كذا؟ ليش كذا تنط؟ تحكم بسرعتك. ضربت نفسك. هل يقعد لي ابغى اكل. انك ما تسمع الكلام ممكن ما اعطيك اكل هالمره. باجوعك. يلا تعال. يلا ليتس جو ليتس جو. ما عندنا وقت. يلا يلا يلا. مومنت ممتاز. يلا كمل. اوكي يا حيوان راويه من الله الحق. اوه قاف. يلا لا يسوي ولا بسرعة يا تركو. حيوان جلع. في كرف دقيقة كده بيطير. ما يخليني اشيل الرمح عن جسمه. معليش معليش معليش. اوه بيطير بيطير.
يلا يلا وصلنا نهاية الحلقة التاسعة أو العاشرة من تختيم The Last Guardian. أتمنى الفيديو عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك وتسووا اشتراك للقناة، وإن شاء الله بشوفكم احتمال كبير في الحلقة الأخيرة من لعبة The Last Guardian الحلقة القادمة. مع السلامة.